أعلنت الشرطة الصومالية انتهاء الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الصومالية بواسطة سيارتين مفخختين استهدفتا فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو. وأضافت الشرطة أن الفندق أصبح آمنا بالكامل، وقد أدى الهجوم إلى مقتل 13 شخصا بينهم مسؤولون بارزون. هجوم ليس الأول من نوعه تشنه حركة الشباب الصومالية، استهدف فندقا في العاصمة مقديشو بسيارات مفخخة. الانفجار تزامن مع انتهاء اجتماع تشاوري للحكومة الصومالية وحكام الأقاليم الفيدرالية في البلاد، الذين كان معظمهم قد غادر الفندق عند وقوع التفجير، في حين تحدثت مصادر أخرى أن من بين القتلى مسؤولين بارزين. الانفجار أعقبه تبادل كثيف لإطلاق النار بين حرس الفندق ومسلحين، قبل أن تنفجر سيارة مفخخة ثانية في موقع الهجوم. حصيلة القتلى 12 شخصا، رقم مرشح للارتفاع بسبب الحالات الحرجة بين المصابين. يأتي الهجوم في ظل تصعيد حركة الشباب الصومالية هجماتها خلال الشهر المنصرم وتمكنها من الاستيلاء على مناطق وسط الصومال إثر انسحاب قوات حفظ السلام الإفريقية بعد معارك عنيفة. تساؤلات كثيرة تثيرها العمليات الأخيرة للحركة التي كان يعتقد أنها قد فقدت الكثير من قوتها بعد انسحابها من معظم المناطق التي كانت تسيطر عليها لصالح القوات الإفريقية والقوات الصومالية عام 2013. ولكن المؤكد أن الحركة استعادت جزءا من قوتها العسكرية، أمر بات واقعا وجب التعامل معه في بلد مزقته الصراعات والمآسي.